بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله. سبق وشرحت لكم عن البواجي ومشاكل البواجي وكيف تعرف ان البوجي كويس ولا ما هو كويس. الآن الشرح عن الأسلاك، سلك البواجي. طبعا في السيارة، السيارة شغالة تفك السلك حق البوجي، السيارة تختلف معك شوي وترجع السلك تزبط، تعرف ان يوصل كهرباء، ما في مشكلة هذه. لكن كل سلك من أسلاك البواجي له فولتيه بالأوم، بالأوم كيلو أوم. إذا كان في ضعف، فالكيلو أوم حق سلك البوجي يسبب مشاكل، خاصة إذا كانت السيارة ماشية في خط طويل مع حرارة السيارة، يكون في ضعف في كهربة السلك، تحس في تهريب كهرباء بسيط، يعني يكون السلك ضعيف ويقاس بالأوم. السلك إذا قل عن 10 كيلو أوم أو تقريبا 10.5 كيلو أوم إلى 11، هذا كويس. من 11 وفوق هذا ما يصلح، بيعطيك كهرباء قوية، بعض الأحيان يعطيك كهرباء ضعيفة ويسبب لك مشكلة في السيارة. طريقة فحصها تحتاج الأوم، آلة حاسبة، وطريقة حسابية. الطريقة الحسابية كالآتي، ما أدري إذا هي واضحة أو لا، اللي هو 10 أوم هنا 10 كيلو أوم، تقريبا إلى 11 كيلو أوم ما في مشكلة إن شاء الله. لكن إذا زادت عن 11 كيلو أوم السلك يصير فيه ضعف، يصير فيه ضعف، يعني ضعف بسيط تقريبا. لكن فوق 12 أوم 13 أوم هذا مشكلة. حسابها كيف؟ قيمة السلك، قيمة حقة السلك تقسمها على مساحة السلك، تضربها في 100، الناتج يطلع بالكيلو أوم لكل 100 سنتي. كيف تنحسب؟ الآن بالعمل راح أوريكم. ما أدري إذا كذا واضح أو لا، إن شاء الله يكون واضح. نقيس السلك، هذه كلها مستخدمة الأسلاك طبعاً عندي، هذه كلها أسلاك مستخدمة حقة أمريكي طبعاً جيمس. راح نقيس الآن ونشوف. طبعاً الكيلو أوم، الكيلو أوم دخل الطرف كامل، غير الطرف الثاني، شوف كم طلع الحساب، 3 كيلو أوم طلع الآن، 3 كيلو أوم يطلع تقريبا 3350، 3350. ثبت عليه شوية، 3356، 3356 هذا طلع 3356. نحسبه بالآلة، الأوم 3356، 3356. الآن نقسمها على مسافة السلك، على مسافة السلك نشوف مسافة السلك كم ونقسمها عليه. طبعا من المدخل، من نفس المدخل يعتبر من هنا،
لحد هنا، نشوف طول السلك. طول السلك 27، 27. إذا الرقم الأوم اللي طلع معانا اللي هو 3356 نقسمه على المسافة، المسافة طلعت 27، 27 ضرب 100. شوف الناتج 12000 أوم، 12000 وكسور كسور ما علينا منها، 12000 أوم تقريبا، نطلع تقريبا 12000 أوم. هذا تعبان السلك، هذا السلك تعبان، المفروض يكون من 10.5 وتحت هو كويس. هذا السلك قسناه شفناه، نشوف السلك اللي بعده. السلك هذا الطويل مثلا، طبعا تقريبا 7063، تقريبا 7063. لازم نثبت هذا صح، نقرأ من جديد. سبعة آلاف أربعة وسبعين. إذن 7074، 7074 7074 قسمة 7074 المسافة. شوف انت فين واصل السلك تقريبا، هنا في هذا الاتجاه. سبعة وستين سنتي. القيمة قسمة 67 اللي هي المسافة في 100 يساوي 10000 أوم، 10000 أوم طلع الناس 10000 أوم. ما عليكم الكسور الباقي، هذا معناته إنه جيد، السلك هذا ممتاز ما في أي مشكلة، من 10.5 وتحت السلك كويس وإشارته قوية. طيب نشوف واحد ثاني كمان نهائي، مثلا هذا الطويل. ثمانية آلاف تقريبا، 8079، 8800 ما هو مشكلة، 8079 أو 8800 يعني بالتقريب 8800. نشوف الآن
8800 اوم. ثمانية آلاف وثمانمية أوم قسمة المسافة حقته. نشوف المسافة، مسافة 87 إلى هنا، إلى مكان الحديد اللي يعطي الشرار. 87 نقسم على 87 نضربه في 100، نشوف الناتج 10011، يعني 10000 كيلو أوم. 10000 كيلو أوم، يعني السلك هذا ممتاز ويعطي شرارة كويسة ولا في أي مشكلة. من 10 كيلو أوم أو 10.5 كيلو أوم وتحت يعني كويس وشرارته ممتازة. أكثر من 10.5 كيلو أوم زيادة هذا فيه مشكلة. طبعا هذا النظام الحسابي.